رقم تي في. بعد إطلاق شركة أوبو لهاتفيها القويين R7 و R7 بلس، جاء الإعلان عن هاتف ميرور 5S والذي يعمل بنظام كولر المبني على نظام أندرويد لوليبوب. الجهة الخلفية لميرور 5S طبقة مصنوعة من الزجاج وكأنه مرآة بداخله مثلثات مرتبة، ومن هنا جاءت تسمية الهاتف بميرور. إطار الهاتف معدني وتبلغ سمكته 7.7 ملم فقط وبوزن 160 جرام. الهاتف جاء بشاشة حجمها 5 إنش من نوع IPS LCD وبدقة HD وبكثافة 294 بكسل لكل إنش. ورغم أن هذه المواصفات في الشاشة ليست مرتفعة جدا، لكنها جيدة وتمنح المستخدم وضوحا لا بأس به. من الداخل يأتي الهاتف بمعالج سناب دراجون 410 رباعي النواة وبتردد 1.2 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية رام بحجم 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بحجم 16 جيجابايت مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية حتى 128 جيجابايت. يدعم الهاتف شريحتي اتصال كما يدعم شبكات الجيل الرابع LTE. الكاميرا الخلفية دقتها 8 ميجا بكسل مع فلاش LED وبفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير فيديو بدقة Full HD وبسرعة 30 إطار في الثانية وتلتقط صورا بزوايا واسعة. أما الكاميرا الأمامية حجمها 5 ميجا بكسل وهذه دقة جيدة جدا كونها الكاميرا الغير أساسية، وتتيح كاميرا الهاتف التقاط فيديو تايم لابس والصور المتحركة GIFS، وتعتزم أوبو إطلاقه باللونين الأبيض والأزرق دون تحديد سعره بعد. شاركنا رأيك عن الهاتف ولا تنسى الاشتراك بالقناة.